وتيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تثير في الواقع الكثير من النقاش. هل نحن إزاء عملية تسريع نوعي لتدارك الزمن والوفاء بالالتزامات؟ أولا عيد مبارك سعيد بالنسبة للمواطنين جميعا. لابد أن نضع الموضوع في الإطار العام وفي السياق دوليا ووطنيا حتى المواطنين يمشيوا معنا في هذا موضوع التنمية المستدامة اللي في بعض الأحيان يكاد يقارب على أنه ليس موضوع اهتمام أو رهان اجتماعي اقتصادي بالأساس، بل هو موضوع ربما ترف. المنتظم الدولي العالم اليوم كيعرف واحد النقاش كبير، نقاش قوي نحو إمكانات تحول إلى نموذج تنموي جديد. وفيه واحد التحدي هو أننا نربحوا رهان لحماية الموارد الطبيعية ونؤمن الاستدامة في كل ما يتعلق بالاقتصادات الدولية. نفس الشيء بالنسبة لبلادنا كما كتعرفوا اللي هي ليست في منأى على التحديات والإكراهات والمخاطر، على العكس من ذلك فيما يتعلق بإشكال التغير المناخي، إشكالات اللي كتهدد المنظومة البيئية في علاقتها بالتنوع البيولوجي، والتأهيل ديال بلادنا الحمد لله في واحد التحول نوعي فيما يتعلق بتأهيلها. فهذا الإطار هذا اليوم الموضوع أصلا ديال البيئة والتنمية المستدامة لم يعد موضوعا تقنيا وأنا مؤمنة بذلك، بل هو موضوع اليوم عنده رهان اقتصادي اجتماعي بالاساس. ومن هذه المقاربه ومن هذه الوجهه ومن هذه الرؤيه هي اللي كتاثر العمل ديالنا، والتي تؤثر ايضا المكاسب اللي كانت الحمد لله بلادنا منذ تقريبا اكثر من 15 سنه، اللي بالمناسبه المهندس الاول ديالها وجلاله الملك محمد السادس حفظه الله باعتماده الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وقبل ذلك في كل خطب السامية الملكية كانت فيها توجهات إذا قارناها ببلدان أخرى توجهات حقا فيها واحد الاستباقية واحد الاستشراف. بالتالي عندنا قانون إطار مؤطر لتوجهات الدولة بحكم طبيعة القانون فيما يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، هو اللي عطانا باش يكون عندنا استراتيجية اللي دارت في 2014. في 2016 كانت مكتملة بعد واحد السياق ديال التشارك، واحد المسار تشاركي، بعد ذلك اعتمدت في 2017. اليوم حنا في إطار، حنا اليوم بعد سنتين أولا عندنا حصيلة مشرفة فيما يتعلق بتنزيل استراتيجية للتنمية المستدامة. عندنا إطار حكمة للتنزيل، عندنا واحد 19 مخطط قطاعي للاستدامة في 19 قطاع، وعندنا مخطط قطاعي أفقي فيما يتعلق بمثالية الإدارة. نحن اليوم ما كنتكلموش فقط على المخططات، ولكن كنتكلموا على أول مرة في التاريخ المغربي كتدمج مؤشرات ديال الاستدامة في قانون مالية 2019. ونتكلموا سنأتي بالتفصيل على هذا النقاط.